بقول لك ده حماية، انت مجنون. اوعى تجيب في يا علي. مين دخله اما اشوف اخرتها معاه؟ ليه يدخل؟ هو في يا عم؟ انت قايل لهم بجد ما يدخلونيش؟ اولا يا عم دي انا مش عاوز اسمعها على لسانك تاني. ثانيا انت ايه اللي جابك هنا؟ اهون عليك بعد العيش والملح ده كله يا عم ترمين الرميه دي؟ ده انا جوز بنتك. اطلقها منك، وحتى لو لسه جوزها مش هتفرق معايا كتير. دي فلوس، وبعدين مش كفايه ان خرجتك منها زي الشعره من العجين، واخوك بيماطل وبيلاوع ومش عاوز ينفذ. ما انا جاي يا عم عشان نشوف حل والميه ترجع لمجاريها. طفحت. ومش معنى ان خرجتك منها يعني كده ان الوصولات هتروح في الهوا. لا، ده انا هقدمها للمحكمه وهفضل وراك لحد ما احبسك. ويلا بقى وريني جمال خطوتك. طب ومراتي وابني؟ مالكش عندي حاجه. وبنتي مش هتفضل على ذمه واد رد سجون. انت كده بتتحداني يا عمي؟ وهو لما اتحداك يعني هتتلحلح وتبقى راجل؟ طب بتحداك. طب انا بقى هندمك على كل اللي بتعمله معايا ده. وانا هحبسك يا سعد. سعد ابو جبل عظمته مش طريه يا عمي. على نفسه. يلا يا امشي من هنا يا. طب فكر تاني. فكر في ايه؟ في انك حماه وان جوز بنتك. يلا امشي من هنا. امشي امشي يا. يلا انا بقى هوريك اهو.